أكيد يا ليا، الصيدلية المنزلية هي من أهم الأشياء، لازم تكون موجودة بكل بيت نظرا لأهميتها وضرورتها بحالات الإسعاف السريع، احتوائها على المستلزمات الضرورية لإسعاف المصاب بالدقائق الأولى بيساعد يمكن على إنقاذه وشفائه، ويمكن كمان بيقلل من تعرض المصاب لعاهات مستديمة كمان نتيجة بتحدث العاهات نتيجة التأخر بالإسعاف. ويمكن ما بنعرف ما يجب أن تحتويه هي الصيدلية، رغم إدراكنا لأهمية الاحتفاظ بصيدلية صغيرة للإسعافات الأولية. شو هي الأدوية الأساسية يلي تعتبر من اللازم والضروريات وضعها بصيدلية البيت، وكيفية وأماكن وضع هي الأدوية ضمن جو وبيئة مناسبة؟ وأسئلة واستفسارات تانية رح تجاوبنا عنها الدكتورة الصيدلانية نورين قولي. صباح الخير نورين، صباح أهلا النور، وسهلا أهلا وسهلا فيكي. فيكم، يسعد بونجورك صباحك. نورين. بونجورك، أهلا. يعني عم نحكي عن الصيدلية المنزلية، نحن كل واحد بذاكرتنا على الآن إنه في صيدلية بس فيها دواء يمكن من 1900 وخشبة، صح؟ ما بنعرف شو بنحط فيها، صح؟ فاحكي لنا عن الصيدلية شو لازم تحتوي وكيف لازم ننظمها، يعني دائما يكون الدواء قد إيه مدته حتى ننظفها مثلا. صحيح، هلا نحن أول شيء مثل ما كلنا بنعرف الصيدلية المركزية من بالمنزل بنحطها، هي من المسلمات اللي لازم تكون دائما بكل بيت. مثل ما تفضلتي انه نحن كثير في حالات بصير في عنا حروق، ممكن اصابات، جروح، نحن لازم نعمل لها اسعافات اوليه او اسعافات بسيطه لبين ما حتى نقدر نصل ممكن للمستشفى او نتواصل مع الدكتور المختص بهذا الموضوع. فهي موضوع كثير اساسي، الاعتناء فيها كثير اساسي، مكانها، كيف بنرتبها، هدول المواضيع لازم دائما ننتبه عليها، وخصوصي ست البيت او اذا في شخص بالغ يقدر يساعد بهذا الموضوع. نعم، يعني وخاصة إذا كان في أطفال بالبيت طبعاً. بتلاقي صيدلية البيت هالقد قدها، وبتلاقي الأم فجأة صارت هي دكتورة وصيدلانية بنفس الوقت، صحيح. أو حاططها يمكن بسلة فوق البراد أو تحت الغسالة أو من هدول القصص. خلينا نحكي عن الأماكن الصحيحة، وخلينا نحكي يمكن قديش مهم الدواء إنه نحتفظ فيه بدرجة حرارة صحيحة. صحيح، معك حق. دائما نحن ببيوتنا بحطوا عنا الخزانة تبعيت الصيدلية يلي بالمنزل بتكون إما بالحمام أو بالمطبخ، هذا الشيء كتير خاطئ. مثل ما كلنا بنعرف الأدوية لازم تكون محفوظة بدرجة حرارة الغرفة يلي هي خلينا نقول بال 24 درجة. نحن وقت نحطها بالحمام أو نحطها بالمطبخ فهي بتعرض لبخار، ممكن تعرض لرطوبة، لا، نحن لازم تكون دائما بمكان جاف وما فيه أبدا رطوبة ويكون عاتم بعيد عن أشعة الشمس. فأفضل مكان نقدر نحن نحفظ فيه الأدوية هي بخزانة يكون داخلها في صيدلية صغيرة نحط فيها الأدوية اللي بدنا إياها، ونحاول الخزانة يكون في إلها قفل من الخارج في حال كان في عنا أطفال صغيرة أو حتى بسن المدرسة ما يقدروا يمدوا إيدهم أو يصلوا للأدوية، فهي أهم شيء. نورينا، يعني كيف فينا نرتب صيدلية المنزل تبعا للدواء؟ يعني دائما مكتوب صلاحية للدواء، في ناس كتير مثل ما قلنا بتخلي عند الدواء لسنة وسنتين وممكن ترجع تستخدمه، فخلينا نعطي ملاحظات كيف تكون أولوية الترتيب، مثلا الالتهاب، المسكنات، الآلام، كيف ممكن نرتبه؟ طبعا بالنسبة لترتيب الصيدلية المنزلية نحن أفضل شيء نقسمها لقسمين، قسم إسعافي وقسم في حال صار في عنا فلنفرض بدنا ناخذ دواء اضطرينا للشيء. قسم الإسعافي دائما لازم نحط فيه شاش، كحول، مطهرات، ممكن نحط فيه مقص، ميزان حرارة في حال طلعت حرارة شخص، ممكن نحط فيه بلاستر، ضماد ضاغط فلنفرض صار في عنا ردود أو صار في عنا شيء بيحتاج ضماد ضاغط. بالنسبة لطريقة ترتيب المواد الإسعافية لازم تكون مرتبة بطريقة نقدر نوصل لأي دواء بدون ما نحن ننكت العلبة كلياتها، فبصير في ملل بموضوع ترتيبها، فلا نحن نرتبها بأولوياتها. بالنسبة للقسم الثاني خلينا نقول بدنا نحط فيه شغلات اللي هي او تي سي او نحن فينا ناخذها او نشتريها من الصيدلية بدون وصفة، مثل خلينا نقول باراسيتامول، البنادول شائعا، ممكن اسبرين، الايبوبروفين في حال صار في عنا آلام،
مضاد تشنج، مضاد مغص، أدوية في حال الإسهالات أو ملينات. في كتير أدوية ممكن نحن نحطها بهذا الجانب. هلأ لازم يكون في جانب ثالث في حال كان عندنا طفل أو حديث ولادة بالمنزل، منحط فيها الأدوية اللي هي بتخص الطفل، مثل خافض حرارة، آيبوبروفين كمان أو سيتامول. ممكن يكون بنوعينه، شراب أو تحاميل، لأنه الطفل ما فيه ياخذ حبوب. منحط فيه أدوية مغص مثل ما كلنا بنعرف. في كتير شغلات، ميزان حرارة للطفل، مضاد إسهال، بس طبعا لازم نحن نستشير الطبيب قبل ما نعطيه أي دواء، وخصوصي إذا أطفال صغيرة. نعم. نورين، خلينا نحكي عن صلاحية أو مدة صلاحية الدواء. كثير من العالم بيقولوا ايه خلص هن مترخينا مثلا لل 2018، معكم شهرين يلا معلش في يضل بالبيت. صحيح. هذا الشيء شائع، هو صح ولا خطا؟ وخلينا نحكي عنه بالتفصيل. صحيح. هلا لا، هذا الشيء خاطئ، انه نحن لازم الصيدليه عامه بيرتبوها كل سنه، بس نحن كلياتنا بننصح انه كل 6 شهور نحن نرجع نشوف الصيدليه المنزليه، نشيك على الادويه اللي فيها، تواريخ صلاحيتها، اذا في شيء تاريخه او صلاحيته قريبة نحن فينا وما بدنا نستهلكه، خلينا نقول، أو ما شايفين أنه ممكن نعتازه، نحن فينا نتوجه لأقرب صيدلية بالمنطقة أو بالبيت أو بالحارة حوالينا. يعني في هناك دائما صندوق بنحط فيه هذا الدواء، بيروح لمجموعة ممكن يقدروا يستخدموه. طبعا هذا مشروع عاملينه صيادلة، وأنا بقول لهم صباح الخير، بوجه لهم كل الشكر. مهم لكل حدا محتاج. طبعا هو تابع لحفظ النعمه، فنحن بنحط هذا الدواء فيه وبيقدروا هنا يستخدموه. بالمنزل لا، يفضل دائما انه نشيك على الصلاحيه، ابدا ما نستهلك دواء بعد انتهاء تاريخ صلاحيته. هي من الاخطاء الشائعه. هلا نحن معلش في ادويه ممكن شخص يستخدمها، نحن صيادله بنعرف هذا الشيء، ادويه معينه طبعا، بس بالنسبه لاي شخص او باي منزل ابدا نحن ما نستهلك دواء تاريخ صلاحيته قريب او حيخلص او خلص حتى. خلينا دائما بالسيف سايد، ومثل ما وزارة الصحة حاطة تاريخ الإكسبايري ديت لهذا الدواء، فنحن لازم ما نستخدمه أبدا. منشيك على الأدوية على طول، منتلف الشغلات الخالصة مدتها، والشغلات اللي لسه مع وقت نحن فينا نخليها. طيب نورينا، يمكن كل بيت دائما في عندهم مثلا كتابة على العبوات، انه بيكتبوا مثلا امتى اشتروها لشو هي، وفي بعض الاخطاء الشائعة انه مثلا بس تنفتح علبة دواء السعلة او القطرة، هدول القصص يمكن في ناس، هلا بعرف انه كل الناس بتعرفها، بس في ناس في ادوية معينة بس تفتحها او كذا بتخلص مدتها، ما عاد يعاد انه استخدامها. صحيح. فخلينا نعرف كمان هي الاخطاء الشائعه مع اسبوع ماكسيموم، يمكن مع من اسبوع ل 15 يوم حسب شو هو الدواء. القطرات العينيه بتكون دائما معقمه، هي ستيرلايزد، لازم نحن اول ما نفتحه بيكون مذكور على العبوه انه امتى نحن فينا نستهلكه. بعد مثلا فلنفرض 15 يوم او لازم حط بالبراد، نحن بدنا نتأيد بهدول المواضيع، لازم ست البيت خلينا نقول او شخص بالغ يقدر يتعامل مع هذا الموضوع. دائما بنحفظها بمكان وما نستخدمها اذا خلينا بشروط حفظها. بالنسبه مثل ما حكينا الادويه بنكتب عليها، مثل ما بنعرف الكبار بالعمر كمان اهم شيء، هدول الادويه المزمنه دائما بيكتب الدكتور او المريض بحد ذاته بيكتب على علبه انا لشو استخدم صباحا او مساء. انا كثير بنصح بهي الطريقه، وخصوصي لكبار العمر، انه نحن نذكر هذا دواء شو ونكتب امتى نحن بنقدر ناخده، قبل الاكل او بعد الاكل، لانه بعد فتره ممكن الشخص ينسى. ابدا ما نتلف العلبه تبعيه الدواء او النشره اللي بداخله، ممكن كمان نحن ننسى ما نقصه، مثلا بتلاقي الظرف منتهي كلياته باقي حبتين، نحن بنقصه بنخلي هالحبتين، نحن ما عاد نقدر نعرف بعدين هدول حبتين لشو. نحن ابدا ما بنقصه وبنخليه بالعلبه، بنخلي النشره بداخله، في حال نسينا كيف نحن ناخذ هذا الدواء نرجع للنشره، بنرجع لطريقه الاستخدام او لشو نحن هذا الدواء بدنا نستخدمه. دائما نحافظ على هدول الاشياء، خصوصي اذا في عندنا ادويه لمريض مزمن، خلينا نقول ادويه قلبيه او ادويه ضغط او ادويه سكر. نحن بدي نوه لهي هذا الموضوع، نحن دائما نخبي علبتين لقدام، خلينا نقول لشهرين، هدول نحافظ عليهم، وكل فتره نحن نلاحق ادويتنا المزمنه، تواريخ صلاحيتها، انتاجها، وما الى هي الامور. نعم. يعني من ضمن العادات السيئه بصيدليه المنزل انه
انه شو عم يوجعك يلا تفضلي هذا الدواء. خلينا ننوه ويمكن نوعي قديش يمكن الدواء اللي لي هو ما بصير نورين تاخده او زينب تاخده، ممكن يسبب تحسس ما، او خاصه المراهم الجلديه مثلا طلع عليك حبي يلا خدي حطي هي طبعاً. او هدول المواد يمكن قديش هي خلص وصف لك اياها الدكتور لك مو لا ولا حدا ثاني، فما كثير الواحد يجتهد من عنده. صحيح، انا مع هي النقطه كثير وباكد عليها انه مو دائما الدواء اللي انا باخده بينفع علي حينفع على غيري، حتى لو الاعراض نفسها او متشابهه. وخصوصي الادويه خلينا نقول النفسيه، هدول ابدا مثلا شخص معه اكتئاب عم ياخذ دواء ما لازم يوصفه لمريض ثاني عندك نفس الاعراض هذا الدواء نفع عليه. المهدئات نورين كثير دارجه انه اللي عنده ارق عم ياخذوا من بعض، يعني كثير دارجه عم نسمعها بالمجتمع. طبعا الحبه والله نيه مثل فوره. هذا اكبر خطا، واساسا ما فيه يشتري من اي صيدليه بدون وصفه طبيه، لازم تكون وصفه طبيه مختومه، الصيدلاني بياخذها للوصفه وبيقدر يعطي الدواء مشان في حال صار في عنا مساءله للصيدلاني يكون هو مأمن حاله. هذا من اكبر الاخطاء. دواء التهاب هي بدها حلقه لحالها، دواء الالتهاب ما لازم انا اذا وجعني حلقي دغري الجا لادويه الالتهاب، هذا اكبر غلط كمان ما بيصير. نحن الادويه اللي نقدر نحن نستهلكها او ناخذها بدون سؤال طبيب هي الادويه الاو تي سي او اوفر ذا كاونتر، نحن بنروح على الصيدليه بنشتريها بدون وصفه، مثل الاستيتامول او البنادول فينا نحن ناخذها. مسكنات بشكل عام، مسكنات خلينا نقول مسكنات يلي ما فيها غير استيرويديه ممكن كمان نقدر ناخذها، مع الانتباه انه هي بتتعارض مع مرضى الضغط او مرضى القلب، فدائما نحن في اشياء بدنا ننتبهها. احيانا الفيتامين كمان، طبعا الفيتامين منيح لا للقلب ولا للسكر، يعني الفيتامين كمان بده حلقه لحاله. وخصوصي عندنا بمجتمعنا استهلاك الفيتامينات اليوميه او ناخذ كميات عشوائيه هذا اكبر غلط، لانه نحن ممكن ناخذ حبه من هذا الدواء وحبه من هذا الدواء ويكون نفس الماده موجوده باثنين والماده تعمل لنا سميه لقدام، فهي كمان من الأخطاء الشائعة. مثل ما حكينا كل واحد أعلم بحاله، قد ما فينا نخفف من استهلاك الأدوية يلي ما إلى لزوم خلينا نقول، نضلنا على الأشياء الأشياء البسيطة. وأيمتى ما أي شخص اعتاز أي سؤال يتوجه لأقرب صيدلية بحارته بمنطقته قريب من بيته، لأنه الصيدلاني أعلم بالأدوية، أعلم بتركيبها بتواريخها كيفية استهلاكها. ما نتصرف من حالنا وخصوصي وقت الإسعافات والإصابات، هي أهم شيء. صار يمكن نورين كمان في بدائل للأدوية لما صار في حصار على قطاع وزارة الصحة والأدوية، صار في بدائل للأدوية، يعني الأدوية القديمة اللي كانت موجودة بالصيدلية تبدلت صار في لها بدائل، يمكن القديمة صارت لها يمكن جوانب أو تأثيرات سلبية. اليوم قد ايه مهم الواحد لما يجي لعند أي صيدلي يكون في معه وصفة طبية حتى فعلا الدواء اللي بياخده يكون مأمون مثل ما بيقولوا. صحيح معك حق، نحن لازم دائما اول ما نتوجه عند صيدليه بدنا نشتري ادويه مثل ما ذكرنا، هي الادويه خلينا نقول حالات الخاصه، لازم يكون معنا وصفه طبيه او نحن يكون معنا فلنفرض العلبه القديمه من الدواء اللي نحن اخذناه نقدر نورجيها. يعني صعب الصيدلاني يفهم علينا وقت نقول له الحبه الصفراء شكلها مثلث او يلفظ لك غلط تماما، او يلفظ لي غلط او يقول لي مثلا امتى بستخدمها، مثلا باخذها قبل الاكل، طب ما هو شو عرفه؟ لازم يكون معنا العلبة خلينا نقول ممكن النشرة مع حفظ العيار، لأنه العيارات بتنذكر كلياتها عن النشرة الوحدة، أو وصفة طبية مثل ما ذكرنا. موضوع تبديل الدواء الصيدلاني مثل ما قلتوا بأكد هو أدرى بالأدوية، في خلينا نقول مثل ما بنعرف بالأزمة في معامل ما عاد أنتجت أو صار في مشاكل، صار في بدائل معينة. صار في بديل يلي هو نفس المادة الفعالة بس غير اسم تجاري، يعني مو الاسم المتعود عليه المريض. إذا الصيدلاني قلنا هذا الدواء هو نفس هذا الدواء اللي أنت كنت تاخده ونفس عياره فيك تاخده، نحن فينا ناخده بإريحية، ما نأكد على الدواء المقطوع لأنه إذا لف الشام كله ما حيلاقي منه، فهو تسهيل لإله فيه يرجع يتصل بدكتوره المختص يسأله أنه نحن لقينا هذا الدواء ما لقينا هذا الدواء، فهو فيه ينصحه. ومثل ما حكينا الصيدلاني أكيد بيعرف بهي الأمور، فنحن دائما نسأله، هو المرجع الأول والأخير بأي استعمال للدواء. نعم، وبالختام يمكن خلينا نحكي
نحكي عن اسرار المريض باخذ دواء يعني صر عليه للصيدلاني، والصيدلاني هو ما فيه يعطيه بدون وصفه طبيه. هون خلينا ننوه قديش لازم يمكن المواطن او المريض يراعي انه الصيدلاني ما فيه هو يلعب بحياه المريض. طبعا طبعا هي هذا الموضوع مفروغ منه، لانه نحن وقت نروح عند صيدلاني وبدنا هذا الدواء بالذات بدون ما يكون موجود وصفه، صيدلاني ما حيقدر يعطيها، لانه صيدلاني حيتعرض بعدين لمساءله، لانه لازم اي دواء نحن نعطيه للمريض وخصوصي اذا كان دواء نفسي خلينا نقول لازم يكون في معنا وصفه نذكره على الدفاتر النفسيه اللي عندنا. ممكن صيادله ما يكونوا ما بيحبوا يفوتوا بهذا المجال، ما يجيبوا ابدا الادويه النفسيه، فكمان نحن بدنا نراعي هذا الموضوع بالنسبه للصيدلاني. ما ناخذ ادويه بدون وصفات وخصوصي اذا كانت نفسيه مثل ما قلنا، حتى لو تشابهت الاعراض. خليني بس نوه على موضوع الصيدليه المركزيه المنزليه اللي كنا عم نحكي عنها. بالنسبه اذا كان عندنا اطفال، مثل ما كلنا بنعرف انه الفيتامينات للاطفال بتكون اشكالها حلوه وطعماتها محببه للطفل مشان هو ياخذها يوميا. ممكن تكون مثل كاندي، مثل تيدي بيرز خلينا نقول، او اشياء فيها سكاكر طيبه. هي لازم دائما نحن نخبيها، نرفع عن ايدين الاطفال، واذا الطفل بلش يكبر بالعمر صحيح. نحاول نقول له انه هذا الدواء الماما بتعطيك اياه مره واحده باليوم، يصير الطفل بذكرها، لانه هدول ادويه كثير طيبه، كثير شكلها ملفت من برا، حتى الباكجينج تبعيتها حلوه، فبصير الطفل دائما بحب ياخذها بفكرها اكلات طيبه او حتى للاولاد بعمر اكبر من الطفل، اخواته ممكن يغاروا يروحوا يسلقوا لهم حبتين طبعا نحن ما لازم ابدا وخصوصي اذا في طفل بالبيت لازم نحافظ على هدول الاشياء صحيح. نخبره انه هذا الدواء الماما بتعطيك اياه بالاوقات اللي هي بتشوفها مناسبه ونرفعه. حتى في ادويه مثلا أدوية التهاب أو أدوية خلينا نقول سعلة، بيكون طيب الدواء، يعني طعمته فريز، طعمته بردقان، بحبه الطفل، أو شكل العلبة من برا ملفت مهضوم تماما، بصير الطفل دائما بده إياه. لا هذا الشيء خاطئ، وخصوصي إذا في أطفال نبه على موضوع القفل للغزانة الموجود فيها الصيدلية. نورين نحن كثير بدنا نشكرك، يعني اليوم كان حلقتنا مميزة معك وفقرتنا كثير حلوة بتهم كثير من الناس. شكرا لك وناطرينك أكيد بحلقات جاية لحتى لإلكم. نحكي عن الدواء وعن مداره. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك نورين، ودائما بنقول لكل المشاهدين أنه صيدلية المنزل هي صديق بالأوقات الصعبة، فحافظوا عليها تبع للنصائح فقرة اليوم. شكرا لك.